السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو صادم: كويتية تكتشف هاتفا بوضعية التصوير في حمام إحدى البنوك. في مشهد صادم: وثقت مواطنة كويتية العثور على هاتف في وضعية التصوير مخبأة بعناية في حمامات السيدات، كما ترون. هيو فوق يا إخواتي، هيو هيو، شايفينه؟ هذا هو مخبأ بعناية في حمامات السيدات بإحدى المصارف في محافظة الفروانية. فقد انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، واستهجان كبير وانتقاد لهذا التصرف المشين، إلا أن المتورطين وقعوا في قبضة الأمن. فقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس الاثنين القبض على شخصين، أحدهم عربي والآخر آسيوي، وضعا هاتفا محمولا في دورة مياه مخصصة للسيدات في إحدى البنوك. وقال إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقا: تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا ب الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مباحث محافظة الفرونية من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وأسوية بتهمة إساءة استخدام هاتف، كما أكدت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مرفقة بيانها بصورة مموهة لوجه الشخصين المعتقلين. ما رأيكم أنتم بهذا التصرف؟ هنا كمان موجود في تويتر: مواطنة كويتية تعثر على هاتف نقال بوضعية التصوير داخل حمام إحدى البنوك، وتم تسجيل قضية ومعرفة صاحب الهاتف، وهما فراش آسيوي وآخر رجل أمن عربي. ما رأيكم بهذا العمل أخواني؟ ياريت وضع اللايك والاشتراك، وشاركونا آراءكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو.